الحمد لله ان ما استشهدت وكملنا حياتنا لنوصل للارهابي ولكل اللي عم بيحاولوا يقتلونا انه ارادتنا قويه وعزيمتنا قويه ونحن باقيين ومستمرين وما في شيء بيرعبنا وما في شيء بيوقفنا. 10 مراسلين قالوا كلمتهم. انتم ايضا سارعوا وشاركونا حملتنا من خلال مشاركه فيديوهاتكم مع استخدام هاشتاغ غير باقية ولن تتمدد وإضافة حساب تلفزيون الآن @الآن TV. سيربح الفائز جائزة مالية قيمتها 5000 درهم إماراتي. تلفزيون الآن معاً ضد التطرف.